اليوم جيناكم بفيديو جديد عن رغد، واللي هو عبارة عن كشف أسرار رغد الجزء الثاني. الاسم كاملاً رغد بدر فهمي، الأخت الكبيرة اليوتيوبرز التوأم روان وريان. تاريخ الميلاد 30/7/2003 ميلادي. العمر 17 عام. اسم الدلع رغود. احتفلت بعيد ميلادها 16 في تركيا بحضور هيا ومرام وملاك تيوب. ولدت في دولة الأردن، حيث أن أصولها ترجع لمدينة إربد، على عكس روان وريان اللتان ولدتا في أبو ظبي. سافرت للعديد من الدول منها تركيا. تسكن في إمارة أبو ظبي، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. ليس لديها قناة خاصة على يوتيوب، وإنما ظهرت مع أخواتها روان وريان في عدة فيديوهات منشورة على القناة، وستفتح قناتها قريبا ريثما تنتهي وتتخرج من الثانوية العامة وتنضم للجامعة. ترتيبها الأول في العائلة، فهي أكبر فرد فيها، ويأتي بعدها أخوها خالد، ثم روان وريان، ثم أختها ميرا، ثم أختها الأصغر آيلا. لبست الحجاب وهي في الصف العاشر، وما زالت تلبسه حتى اليوم، وتدرس في الصف الثانوي مرحلة الثانوية العامة توجيه قسم العلمي، وهي غير متزوجة حتى اليوم، وتزور الأردن في الإجازات مع عائلتها، ولم تأتي لفلسطين مطلقاً وتتمنى زيارتها. أما عن برجها الفلكي، فبرج رغد هو برج الأسد، وتعتبر رغد أهلها هم قدوتها في الحياة، وتتمنى أن تصبح طبيبة أسنان، وتقول أنها لا تستطيع العيش بدون الموبايل، وأن أكثر عادة تكرهها هي إخراج صوت بأكل العلكة، وتتقن رغد اللغتين الإنجليزية والتركية. أما عن هوايتها فهي تهوى التصوير بشكل كبير، وتفضل من الألوان اللون الزهري والأزرق، وفي الملابس تفضل رغد اللون الأسود واللون الأبيض واللون الرمادي. أما المادة المفضلة لها فهي مادة اللغة الإنجليزية، وأكثر مادة تكرهها هي مادة الفيزياء، والفاكهة المفضلة لها هي الأناناس، والمسلسل المفضل لها هو مسلسل تركي اسمه الفناء. الطعام المفضل للرغد هو البيتزا، والشوكولاتة المفضلة هي شوكولاتة كندر، والفصل المفضل من بين الفصول الأربعة هو فصل الشتاء، والمشروب الغازي المفضل هو سبرايت، وأكثر حيوان تخاف منه هو الفأر، والموقع الاجتماعي المفضل والأكثر استخداما هو الإنستغرام، ونوع الأفلام المفضلة لها هي أفلام الرعب، واللعبة المفضلة على الموبايل سبواي. إلى هنا انتهى الفيديو، ونتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإلى لقاء آخر في جزء جديد.